السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم الدكتور إياد عبد الله علي، تخصص البلاغ والنقد في قسم اللغة العربية. أعزائي الطلبة، درسنا لهذا اليوم هو المناهج النقدية الحديثة، المنهج الأسلوبي. والمنهج الأسلوبي له ثلاث مستويات، هو المستوى الصوتي والمستوى التركيبي والمستوى الدلالي. محاضرتنا لهذا اليوم هو المستوى الصوتي، إذ يعد المستوى الصوتي أحد المرتكزات الأساسية في الدراسات الأسلوبية، ليس بشكله المجرد بل بقيمة أدائه وما يثمره من أبعاد جمالية دلالية صريحة أو إيحائية في السياق الذي يتضمنه. بوصفه الحاضنة الرمزية التي يؤلف منها كلام من المنطوق والمكتوب في حلقات لا نهائية من الجمل والعبارات، فالأصوات بهذا المعنى تشكل الأطار الأساس الذي تبنى عليه المستويات الأخرى. إذن المستوى الصوتي أو الصوت هو الأطار الأساس الذي تبنى عليه المستويات الأخرى. ما هي المستويات الأخرى؟ المستويات النحوية والصرفية والدلالية. في الكلام المنطوق والمكتوب، من خلال الاستبدال الفونيمي داخل مفردات اللغة مما يخلق دلالات لا نهائية في فنها، عن طريق الحروف المكونة للكلمات، فالصوت هو عمود اللغة وشريانها النابض. إذن الأساس هو الصوت في جميع المستويات النحوية والصرفية والدلالية، وهو العمود، عمود اللغة وشريانها النابض، وله خصائص، وهذا الصوت له خصائص وتحكمه علاقات ذات قواعد وأصول، وبه تكون اللغة ذات تأثير وقبول. إذن له خصائص وله مميزات تحكمه قواعد، تحكمه علاقات ذات قواعد وأصول، وبه تكون اللغة ذات تأثير وقبول. وعملية اندقائه واختياره في مفاصل اللفظة والعبارة لابد أن يكون مقبولا، وهذا القبول شرطه الارتقاء مع غيره من الحروف والأصوات. إذن شرط القبول هو الارتقاء مع غيره من الحروف والأصوات. فلكل صوت قيمة سمعية في اللغة وتآتية من مخرجه جهاز الصوت، وذلك لأن الصوت هو اللبنة الأولى في بناء اللغة، ولكل صوت في الكلام المنطوق إيقاعه الخاص. إذن لكل صوت إيقاعه الخاص به، فقد يكون النص على درجة عالية من جهة اللغة والمعنى، ولكنه يفتقر إلى الإيقاع الذي يمنحه التأثير المطلوب، وذلك لأن النفس تألف الإيقاع قبل كل شيء، وأن دراسة الصوت وتأثيره على المتلقي لم تكن حديثة العهد، إذ تناولها الكثير من الباحثين والدارسين اللغويين منذ القدم، ومنهم الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 175 هجريا في كتابه كتاب العين، حيث ذكر أهمية جرس الأصوات وما لها من مزية لتحسين النطق باللفظ ووضوحه. وكذلك الجاحظ المتوفى 255 هجريا الذي قال: أمر الصوت عجيب وتصرفه في الوجوه أعجب. فعجبه هنا لما يحققه من تثبيت للمعنى عند المتلقي. إذن الجاحظ يرى أن الصوت، أمر الصوت عجيب لما يحققه من تثبيت للمعنى عند المتلقي، وهو يرى أيضا أن الصوت آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت، ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع والتأليف. وهي في هذا التعريف وهو في هذا التعريف الجاحظ يقف عند أهم العلل التي يجب على المتكلم تجنبها من لكنة ولحن وضعف، فقدر على التعبير الجيد عن الأفكار وإفهام المتلقي. إذن الجاحظ يرى أن في تعريفه للعلل يجب على المتكلم تجنبها ما هي العلل من اللكنة واللحن وضعف في القدرة على التعبير الجيد عن الأفكار وإفهام المتلقي. أما أول من أفرد المباحث الصوتية بمؤلف مستقل ونظر إليها على أنها علم قائم بذاته، فهو ابن جني المتوفى 392 هجريا في كتابه سر صناعة الإعراب، الذي بسط فيه الكلام على حروف العربية الذي بسط فيه الكلام عن حروف العربية مخارجها
وصفاتها وأحوالها وما يعرض لها من تغيير يؤدي إلى الإعلال أو الإبدال أو الإدغام. ولا تقتصر جهود ابن جني الصوتية على ما في سر الصناعة، وإنما تتعدى إلى كتبه الأخرى وفي مقدمتها كتاب الخصائص الذي تضمن مادة صوتية غنية. ومنذ ذلك الحين أصبح علم الأصوات علم مستقل عن بقية العلوم الصرفية والنحوية، خاصة فيما يتعلق بم